التخمين ديال هاد الخبز خاصو يبقى يتخمر مدة 12 ساعة، يعني ليلة كاملة. ملي كيقول لك الواحد صايب العجين وخليه اوفر نايت ليلة كاملة، يعني 12 ساعة. يعني الا بغيتو ديروه بالنهار صايبوه الصباح، خصكم تسناو 12 ساعة عاد تقدروا تخبزوه. غادي نحتاج عندي هنايا 350 غرام ديال الدقيق الفورس، جودة مزيانة. عندي الزيتون الكحل والزيتون الاخضر، عندي 100 غرام 100 غرام، قطعتهم طريفات بحال هكايا، خليهم طريفات يكونوا باينين شويه. غادي نسمو بشويه ديال الفلفله السودانيه، هذه تنطحنوها ماشي بزاف، غير تنهرسوها. غادي ندير فيه الملح معلقه صغيره، ما عمرش بزاف لان الزيتون مالح، ما خصناش نكثروا الملح. غادي ندير فيه لا بودغ ديال الثومه، الا ما كانتش ماشي مشكل، تقدروا تنسمو بزعتر، تقدروا تنسمو بديل، اي حاجه بغيتو. هذه غارليك باودر معلقه صغيره. عندي هنايا معلقه صغيره ما عمرش بالخميره، انا تعمدت ندير لكم الخميره هنايا في البيض باش تشوفوها، الخميره قليله بزاف، ما تكتروش، معلقه صغيره، لان اللي غادي يتخمر ببطء الليل كامل باش يجي زوين. غادي نحتاج جوج معالق كبار حتى لثلاثه ديال زيت العود، والماء الدافي طبعا. اولا غادي نبدا ب 250 مليلتر ديال الماء، وعادي الا خصني غادي نزيد شويه بشويه باش نقاد العجينه ديالي. شوفوا شي جبانيه تكون غارقه اللي غادي تبات فيها العجين ديالنا، باش ماشي تكون هابطه وطلع العجين وتخرج لينا على برا. اولا غادي نديرو النواشف، نديرو الدقيق، نديرو هاد لا بودغ ديال الثومه، الملح، خميره، فلفله سودانيه، نحركو هادشي مزيان. نديرو دابا الزيت، هذا خبز كيديروه دول اوروبا اللي في البحر الابيض المتوسط، خصوصا الاسبانيين واليونان، زعما مشهور عندهم تما كاينه ميديترينيان اوليف بريد. غنديروا الزيتون، نكب هاد الماء كيف قلت لكم 250 مليلتر ديال الماء، غادي نكبها كامله ونحرك غير بهاد المعلقه ديال الخشب، نحرك مزيان. انا ما بغيتهاش جاريه وما بغيتش يبقى يبان ليا الدقيق، يعني عينكم ميزانكم غتشوفوا، يقدر يقدكم هاد الماء، تقدروا تزيدوا غير واحد شويه. انا حطيت حدايا كاس اخر فيه الماء، هو المقدار ديالها 250 مليلتر، ولكن تقدر تزيد شويه. غادي نزيد واحد شويه ماشي بزاف، شفتيوها كي كتكون بحال هكا، عجينة ما ناشفاش وما فازقاش بزاف وكتلصق. جمعوا ليها الجناب ديالها مزيان، حيدوا لها هاد هادو. احسن حاجة في العجينة في الحلاوي في كل شيء يهبطوا لك كل شيء من لا سوبيير، سهل. دابا غادي نغطيوها بالبلاستيك مزيان، نديرو عليها شي زيف اولا شي فوطه، ونخليوها تبات على برا في حراره المطبخ كيف قلنا 12 ساعه حتى لغد ان شاء الله مع الصباح، ونرجعو نكملو الفيديو. ها هو العجين ديالنا اللي تخمر ليله كامله بحال هكا كيولي، لان ما غيطلعش بزاف حتى لهنا، لان ما درنالوش الخميره كثيره كيف تعقلوا. الخميره خصهاش تكون كثيره بزاف،
غادي نديرو الطحين هنايا، عاد نهبطو العجين ديالنا. ريحة الزيتون طالعة منو كتشهي. غادي نزيدو له الطحين من الفوق، غادي نطويه بحال هكا، نعاودو عاوتاني نديرو الطحين ونطويه هكا باش يتجمع لينا. هاد الطويه كتجمعو بسرعه، ميبقاش يتلصق لينا من الجناب من هنا ومن هنا. دابا غادي نقسموه على جوج باش نديرو جوج ديال الباكيطات بحال هكا. دائما الطويه او كيفاش نصايبو الفرنش باغيت او ان باغيت، كنطلقو العجينه شويه هكايا، نبسطوها بحال هكا هكا على الطول، ونبداو نطويوها من الجنب حتى الاخير بحال هكايا. وتاكدوا انها مجموعه من التحت باش ما تحلش لينا هذيك الجهه وتطلع بحال هكا. ديروا لها هكا الا بغيتوهم يجيو طويولين باش ما يجيوش غير عراضه منفوخين للفوق بحال هكا. ونحطوها واخا كاينه هكا البابي في الطاوه، ديروا شويه دقيق بحال هكا، وندردرو عليها الدقيق مازال هكايا. نديرو نفس الشيء لهادي، نلصقو ليهم لتحت. كيف قلنا نطولوها شويه، فوالا. غادي نحلهم هكا شويه بالموس، غادي نخليهم دابا هكايا كيرتاحوا نص ساعه حتى 45 دقيقه، وغادي نشعل الفران يسخن على درجه 400. غادي نديرهم في الوسط غادي ندخل الطاوه في الوسط، غادي نخوي المطايب في هذيك الطاوه اللي لتحت، ونسد عليهم ونخليهم يطيبوا مده تلت ساعة على نفس درجة الحرارة. من بعد غنهبطها شوية ل 350. وحنا كنتسناو الخبز ديالنا يطيب، غادي نشارك معكم واحد الخلطة من السما بزيت العود اللي دوزو بها داك الخبز ديال الزيتون. هاد الصلصة او هاد الخلطة مشهورة بزاف ديال اليونان كيصايبوها. غادي نحتاجو هنايا 4 المعالق كبار ديال الزيت، زيت العود تكون اكسترا فيرجن اوليف اويل تكون زوينه. عندي هنايا فص كبير ديال الثوم دقيته مزيان، فلفله سودانيه معلقه صغيره، معلقه صغيره ديال معدنوس كذلك مدقوق. كتمشيو لي ريستورون كيحطوا لكم الخبز وكيحطوا لكم معاه دي صوص بحال هكايا. هذا زعتر فريش ديال المغرب حكيته، معلقه صغيره كذلك. غادي نحتاج معلقه صغيره ديال الملح، وجوج معالق صغار ديال الخل. وغادي نحرك هذا الخليط كامل مزيان. تقدروا تصايبوه نهار قبل وتخليوه كيرتاح على برا، لان محدو كيطول كيتنسم مزيان. غادي يعجبكم بزاف، كيجي المذاق ديالو زوين مع الخبز ديال الزيتون. نغطيوه ونخليوه يرتاح. الخبز من بعد ما خرج من الفران كيجي مقرمل من الفوق من الجناب زوين، طايب مزيان محمر، كتشوفوا الزيتون كيبان فيه من برا.
خبز الزيتون ها هو نقدروا نقطعوه بحال هكا دي ترونش سلايسز، كتشوفوا اللون ديالو مبدل ديال الدقيق ولا بحال المفتوح مارون بالزيتون الاسود اللي بات فيه، بدل ليه اللون وعطاه واحد المناظر الخيوط دايزين بحال مزوق. تجربوه غادي يعجبكم بزاف هذا الخبز، وخصوصا انك كتصايبيه بالليل تنوضي طيبيه الصباح الفطور اولا تخليه حتى 14 ساعه حتى نص النهار وطيبيه الا كانوا جايين عندك الضياف في العشيه. في الكوتي زوين بزاف، وهاد لاصوص اللي صايبنا او هاد الخلطه ديال زيت العود راها صحيه وزوينه، فيها زعتر فيها الثومه، كتجي رائعه مع الخبز ديال الزيتون. صراحه خاصو غير شي كويس ديال اتاي بالنعناع. نتمنى تجربوا الفيديو وردوا عليا، غادي يعجبكم، وشكرا على المشاهده.